كل ممرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المخالف للجماعة. وبإسناد الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وبالإسناد إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وإلى الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناده إلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن قتلتم فأحسنوا القتلة، وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليريح ذبيحته. وبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناد عن ابن عباس حبر الأمة وبحرها رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلب بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناده عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلاة الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي مالك بن الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. وبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. يا ربي إلى الصلاة والسلام. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم،
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلا واحدا منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجلا واحدا ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبالإسناد للإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي ذر بإسناده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وسلم ذهب أهل الدثور بالبجور يصلون كما نصلي ويقومون كما نقوم ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وبالإسناد للإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل زلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة. وبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناده يعني نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية عن وابصة لمعبد الأسدي رضي الله تعالى عنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أسأله عن البر والإثم فقال جئت تسأل عن البر والإثم فقلت والذي بعثك بالحق صلى الله عليه وسلم ما جئتك أسألك عن غيره. فقال البر من شرح له صدرك والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. وبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناد يعني العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله تعالى عليه الله ما يسره تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟
الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما